والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، اليوم إن شاء الله تعالى سنتناول الحديث عن هذا الشهر العظيم الذي نستقبله في هذه الأيام إن شاء الله تعالى. الله عز وجل له في دهرنا نفحات يكرمنا الله جل وعلا بهذه النفحات ما بين الحين والآخر، ومن ضمن هذه النفحات التي يكرمنا الله عز وجل بها هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما هو رمضان أو ما هو الصيام؟ الصيام أيها الإخوة في اللغة، الصيام في اللغة هو الإمساك والامتناع عن الشيء، صمت عن الشيء إذا امتنعت عنه. والصوم عند الفقهاء هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. الله عز وجل تحدث عن الصيام في كتابه الكريم، فأوجب الله جل وعلا علينا صيام شهر في كل عام وهو رمضان. ورمضان بمثابة سفير يأتينا من الله جل وعلا، رمضان ضيف يأتينا مرة في كل عام، رمضان يأتينا مرة في كل عام ليطهرنا من الذنوب ومن المعاصي ومن المخالفات التي نقع فيها والتي نرتكبها جميعا بلا استثناء. فهذا الشهر الكريم فضله الله جل وعلا على سائر الشهور، رمضان فضله الله عز وجل على سائر الأيام والشهور، والله جل وعلا أنزل القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم في رمضان، فقال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن شرف هذا الشهر ومن مكانته ومن مزايا هذا الشهر العظيم أن الله جل وعلا أنزل القرآن الكريم في رمضان، فقال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالله عز وجل أنزل القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم، أنزل أفضل كتاب في أفضل الشهور وفي أفضل الأيام. فمن خصائص ومن فضائل هذا الشهر الكريم أن من صام رمضان، من فضائل هذا الشهر الكريم، من مزاياه، من فضائله، من خصائصه، أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان فرصة لمغفرة الذنوب، الله جل وعلا يغفر الذنوب لمن صام هذا الشهر الكريم إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله جل وعلا، وإيمانا بأن الله جل وعلا هو الذي فرض هذا الشهر الكريم وأوجب هذا الصيام على عباده، واحتسابا غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من فضائل هذا الشهر الكريم أيها الإخوة أن في هذا الشهر الكريم ليلة تعتبر من أعظم ليالي العام، ألا وهي ليلة القدر، والتي أنزل الله جل وعلا فيها القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ألا وهي هذه الليلة العظيمة التي تأتي في رمضان. فالله جل وعلا أنزل القرآن الكريم في رمضان وبالضبط في ليلة القدر، أنزل الله جل وعلا فيها أعظم كتاب على خير الرسل وفي أفضل الأيام وفي أفضل الشهور، والذي هو هذا الشهر الكريم. من فضائل شهر رمضان أيضا أن من صام يوما في سبيل الله جل وعلا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله جل وعلا وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا، أي باعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 سنة. هذا شرف الصيام وفضل الصيام ومنزلة الصيام. وفي الجنة باب
يسمى هذا الباب بباب الريان، لا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون. في الجنة باب، هذا الباب يسمى بباب الريان، لا يدخل منه إلا من؟ إلا الذين صاموا، إلا الذين جاعوا في الدنيا وعطشوا في الدنيا وصاموا من أجل الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذا الشهر الكريم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو أمامة الباهلي، سأله عن خير الأعمال. أبو أمامة الباهلي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أعظم وخير الأعمال، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني أكثر من الصيام، أكثر من الصوم، فإنه لا مثل له، أي لا عد له. إذن فالصيام من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، الصيام من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه جل وعلا. ومن فضائل هذا الشهر الكريم، من فضائل رمضان، أن الله جل وعلا لما تحدث عن الصيام في الحديث القدسي الجليل أضاف الله جل وعلا الصيام إلى ذاته المقدسة وإلى ذاته العلية، فقال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الإنسان في رمضان يتجلى في العبد ذلكم الركن الركين وتلكم الصفة العظيمة التي إذا لم تتوفر في العمل لا يقبله الله جل وعلا، ألا وهو الإخلاص. فالإنسان في رمضان يكون مخلصا في عمله لله سبحانه وتعالى، لأن صيامه لا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا الواحد الأحد. فلذلك الله جل وعلا أضاف الصيام إلى ذاته المقدسة وإلى ذاته العلية، فقال سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام عبادة عظيمة جليلة لا يطلع عليها ملك ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالصيام بين العبد وربه سبحانه جل وعلا. ورمضان أيها الإخوة خمسة حروف: الراء من رمضان رحمة، والميم من رمضان مغفرة، والضاد من رمضان ضمان للجنة، والألف من رمضان أمان من النار، والنون من رمضان نور من العزيز الغفار. رمضان خمسة أحرف: الراء من رمضان رحمة، والميم من رمضان مغفرة، والضاد من رمضان ضمان للجنة، والألف من رمضان أمان من النار، والنون من رمضان نور من العزيز الغفار. رمضان شهر العتق من النار. رمضان من فضائله أن الله جل وعلا في كل ليلة له عتقاء من النار، في كل ليلة يعتق الله جل وعلا عددا من الرقاب من النار، يعتقهم من جهنم سبحانه وتعالى. رمضان تكفير للسيئات، تكفير للذنوب، تكفير للمخالفات. رمضان ما شرعه الله جل وعلا إلا لتغرس التقوى في قلوبنا. رمضان شهر شرعه الله جل وعلا، أو شرع الله جل وعلا الصيام فيه من أجل أن تغرس شجرة التقوى في القلوب. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فلما شرع الله جل وعلا الصيام وفرض الله عز وجل علينا الصيام من أجل أن تغرس التقوى في قلوبنا، وهذه هي الغاية من خلق الإنسان. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تغرس أو أن تنغرس شجرة التقوى في قلوبكم. فالهدف من الصيام والغرض من الصيام والحكمة من مشروعية الصيام هو تحقيق تقوى الله جل وعلا، هو أن يحقق العبد تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي رمضان تتجلى هذه التقوى، لأن الإنسان في بيته يستطيع أن يغلق الباب والنوافذ عليه
ويأكل ملء بطنه ويشرب ملء معدته ويخرج على الناس يشكو من حر الصيام وطول الأيام، ولكن من الذي منع الإنسان أن يمد يده إلى الطعام والشراب؟ إنها رقابة الله جل وعلا، إنها مراقبة الله جل وعلا، إنها خشية الله سبحانه وتعالى، إنها تقوى الله عز وجل. إذن من فضائل هذا الشهر الكريم أيها الإخوة تكفير الذنوب وتكفير المخالفات. والحكمة العظمى من مشروعية الصيام هو تحقيق تقوى الله عز وجل، تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى وبحمده. المسلم أيها الإخوة في هذه الأيام المباركة الفاضلة التي يتكرم الله جل وعلا بها علينا ينبغي أن يكون عنده برنامج عملي، ينبغي أن يكون عند الإنسان برنامج عملي في هذه الأيام المباركة. وحتى نستفيد من هذا الشهر الكريم ينبغي علينا أن نضع في أذهاننا أنه هذا آخر شهر نقضيه في هذه الدنيا. من منا عنده ضمانة أن شهر رمضان القابل سيكون في هذه الدنيا؟ فمن نعم الله جل وعلا ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومن كرم الله عز وجل علينا أن بلغنا سبحانه وتعالى شهر الصيام، شهر القيام، شهر العبادة، شهر الطاعة. فلا نفرط ولا نتكاسل عن الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. فالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يسألون الله جل وعلا قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فكانوا يدعون الله جل وعلا ويقولون اللهم بلغنا رمضان قبل رمضان بستة أشهر، يسألون الله جل وعلا أن يمد في أعمارهم ليعيشوا الجو الرمضاني المبارك. فرمضان شهر التقوى، شهر العبادة، شهر الطاعة، شهر الإنفاق، شهر الصدقة، شهر القيام. إذن فالمسلم أيها الإخوة حتى لا يحرم هذه الأجور وهذا الثواب العظيم ينبغي أن يكون عند الإنسان برنامج عملي في هذه الأيام المباركة. من بين الأمور أو من جملة الأمور التي ينبغي أن نحافظ عليها أيها الإخوة أن نحافظ على الصلاة في بيوت الله عز وجل. حذاري حذاري أخي المسلم أن تفرط في الصلاة في بيوت الله جل وعلا. لا ينبغي أن نحافظ على الصلاة فقط في المساجد، بل ينبغي أن نحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام. لا ينبغي أن نحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام فقط، بل ينبغي أن نحافظ على سماع الأذان في المسجد، أن يأتي الإنسان إلى المسجد مبكرا ليسمع الأذان في بيت الله جل وعلا. حينما يرفع الأذان يجب أن يكون المسلم داخل بيت الله عز وجل. ومن حافظ، اسمعوا البشارة، اسمع معي أخي المسلم إلى هذه البشارة العظيمة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام من حافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما، من حافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن حافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما. من حافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فليحافظ المسلم على تكبيرة الإحرام في بيوت الله جل وعلا، وليحافظ المسلم على الصلاة في بيت الله جل وعلا. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الله أكبر. من غدا إلى المسجد أو راح، يعني من ذهب إلى المسجد في الصباح، ومن ذهب إلى المسجد في العشي، من ذهب إلى المسجد في البكور في الغدات وفي العشي أعد الله جل وعلا له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الله الله. وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من جملة هذه الأصناف السبعة ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة
ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في هذا الشهر الكريم ينبغي أن نتدرب وأن نتمرن على المحافظة على الصلاة في بيوت الله جل وعلا، فلا ينبغي أن نفرط في الصلاة، ولا ينبغي أن نفرط في تكبيرة الإحرام، ولا ينبغي أن نفرط في عبادة الله عز وجل في بيوت الله سبحانه وتعالى. انظروا البشارة، أقدم لكم هذه البشارة أيها الإخوة، من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى صلاة الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله أكبر. من صلى صلاة العشاء في جماعة وصلى صلاة الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. أين المؤمنون؟ أين الطائعون؟ أين العباد؟ أين الزهاد؟ لماذا نفرط في هذه الأجور؟ لماذا نفرط في هذه الأجور وفي هذه الأعمال التي تقربنا من العزيز المتعال سبحانه جل وعلا وبحمده؟ ومن جملة الأمور التي ينبغي أن نواظب وأن نستمر وأن نتدرب عليها في هذا الشهر الكريم قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قراءة القرآن، القرآن هو الدواء، القرآن هو الشفاء، القرآن هو العلاج. من أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن لم يكفي شيء من هذا فإن النار تكفيه. نعم، من أراد القناعة، من أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن لم يكفي شيء من هذا فإن النار تكفيه. نعم، ينبغي أن نعيش مع القرآن وأن نتفاعل مع القرآن، وأن يكون عند الإنسان برنامج مع كتاب الله جل وعلا في شهر رمضان، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، والذي لا يستطيع القراءة بالكلية فينبغي أن يستمع وأن ينصت لكتاب الله سبحانه وتعالى. استمع لكتاب الله، فبدل أن يضيع الإنسان وقته فيما لا ينفع وفيما لا يفيد فليستمع لكتاب الله جل وعلا. استمع للقرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ألا فلنعش مع القرآن، ولنواظب على قراءة القرآن، ولنتدرب على هذه الأعمال العظيمة في هذا الشهر الكريم. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا شهر القيام وشهر الصيام وشهر العبادة، يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وذق الموازيننا بالحسنات، والحمد لله رب العالمين.